عدنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام، حياكم الله، مبارك لهنا في قطار الحياه اكيد، وما شاء الله الجو اليوم منعش يا حمد، لكن هذا الشيء ايضا ما منع الناس انهم يكونون متواجدين في سوق واقف، ولا منع الانشطه انها تستمر وانها تتواصل خلال مهرجان ربيع سوق واقف. نعم اكيد يا خالد، حتى اللي من الصبح المطر ما شاء الله ما وقف، وحنا لولا عندي برنامجنا ولا كان المفروض احنا برا في السوق مع مع الناس اللي في السوق. اكيد. طيب للمزيد من التفاصيل راح ننتقل الان الى اخونا حمد الفياض المتواجد في وسط السوق. حمد تفضل، كلمة عندك. مساكم الله بالخير اخوي خالد واخوي حمد، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فقره جديده من فقراتنا اليوميه لتغطيات مهرجان ربيع سوق واقف. مثل ما تفضلت اخوي حمد واخوي خالد، الجو جميل جدا وما منع الناس انهم يجون السوق، والحمد لله يعني الجو من اجمل لاجمل. اليوم شتينا مثل ما انتم تشوفون، لبسنا اسود، بس ان شاء الله الجو هذا يستمر معانا لين نهايه المهرجان. اليوم احنا معانا منظمين من الفرق الشعبيه، ومثل ما انتم تعرفين هذا الفرق الشعبيه يتميز فيها المهرجان ربيع سوق واقف. خلونا نشوف معاهم شلون هذه الفرق الشعبيه وشي يميزها، وان شاء الله نستمتعون معانا في فقراتنا. مساكم الله بالخير اخوي حسن واخوي عبد الله. مساك الله بالرضا والنعيم ان شاء الله. اخوي حسن، بس تكلمنا في بدايه الفقره، شلون تشوف الفرق الشعبيه وتعطينا نبذه عنها؟ الله يسلمك. ويانا اربع فرق المشاركه، المصريه والقطريه والسعوديه والاردنيه، يعني اقبال تكون جيد في السوق عليهم اقبال. هذه اربع فرق موجوده. ايوه نبدا من الساعه 3 ل 8. اخوي عبد الله، مثل ما تفضل اخوي حسن قال لنا عن اربع الفرق هذه، شلون جدولها اليومي؟ عندنا بالنسبه للفرق اليوميه عندنا مسرحين في سوق واقف، مسرح عند عشيري. بس تعلي لي صوتك لان ما شاء الله شايف الفرقه السعوديه شغاله. عندنا مسرحين في سوق واقف، مسرح في عند عشيري ومسرح عند الشرطه. يبدا الدوام حقهم من الساعه 3 لين اذان المغرب في الفرق الاولى تبدا، وبعدين عندهم استراحه وتبدا بعد الصلاه لين بدايه اذان العشاء، ونعطيهم استراحه ثانيه وتبدأ الفرقة الثانية من صلاة العشاء لين الساعة 8. يعني إذا الفرقة كانت موجودة عند مسرح الشرطة وأنا ما لحقت عليها، أقدر إن أنا أتابعها في وقت ثاني عند المسرح الثاني اللي هو عند عشيري. عندنا موجودين في المسرح الثاني، وعندنا 14 يوم تقريبا مستمر دائما في العمل. أخوي حسن، شلون جدول المشي في السوق مع الفرق هذه؟ نطلع وياهم الله يسلمك مسيرة للمسرح، نكمل المسيره ونرد الاستراحه قبل يكملون العرض. اليوم كانت الفرقه السوريه. ايوه. شلون تشوف الاقبال عليها؟ والله اقبال كان جيد، وزاد في السوق السواح هذا تزيد الاقبال كل يوم. اخوي عبد الله، الحين الفرق اللي موجوده، الفرق المصريه كانت موجوده امبارح على المسرح. اي كل يوم موجوده، بس اللهم تغير الوقت حقها ما بين العصر يوم والمساء. شلون تشوف الاقبال على هذه الفرق من الجاليات الموجوده في دولتنا قطر؟ صراحه ما كنا نتوقع الاقبال يصير من جميع الجنسيات وجميع الجاليات كامل، يعني والسياح دائما متواجدين يعني بشكل باقبال فظيع. وتعرف سوق واقف يعني ما يحتاج هو بالفعل يعني تراثي وقديم، يعني مره فيه صناعات تقليديه والاجواء القديمه مره هي اللي اقبلت الشعب واقبلت المقيمين المواطنين كلهم على الحضور. هو بالفعل نفس احنا ما تفضلنا في بدايه فقراتنا، ان اليوم المطر والجو البارد ما منع احد. انت تشوف ما شاء الله وبدايه الاسبوع وفي ناس دوامات، بس الى الان ما نشوف فيه اقبال. شلون تشوف انت الاقبال اليوم؟ لا والله الاقبال ما كنا متوقعينها، كنا نقول يعني المطر جاي ما حد يجي، لكن بصراحه الجمهور دائما متواجد. اخوي حسن، انت من المنظمين الفرق هذه من العام ولا توك معاهم السنه؟ هاي سنة معاهم التنظيم. سنة معاهم، العام كنت موجود في المهرجان؟ اي مهرجان في المسرح الكبير. شلون تشوف الاقبال لها السنة؟ والله اقبال جيد، كل سنة قاعدة تزيد الاقبال على العالم. في التنظيم هاي قاعدة تزيد الاقبال، الحمد لله يعني ما يقصرون. حتى من جاء سياحة هذول قاعدة تزيد عندنا في قطر، ان السوق واقف تراث.
يلا يعطيكم العافية وما قصرتوا بيض وجهكم وما قصرتونا وشرفتونا. مشاهدينا الكرام، نفس ما أنتم شايفين أن الإقبال قاعد يتزايد يوم عن يوم في سوق واقف. السوق طبعا المهرجان مستمر معانا إلى تاريخ 6. الجو جميل، لحد يقعد في البيت، حياكم. الفعاليات مستمرة، فعاليات الأطفال موجودة والمسرح موجود، واليوم في تزايد من الجالية السودانية بخصوص الليلة السودانية. أتمنى للكل الاستمتاع وإن شاء الله نرجع لكم في الاستديو. نعم، مشكور يا حمد وما قصرت انت، واحنا ان شاء الله بعد البرنامج انا وخالد ان شاء الله جايينك باذن الله. خليك لا تروح، نجينك. مشاهدينا، نبقى معكم وبقيه الزملاء مع فعاليات سوق واقف. نعم، والان راح نتوجه الى زميله حنان محمد المتواجده بالقرب من مركز الارشاد السياحي. حنان، تفضلي، عندك الكلمه. اول شيء احب ارحب فيكم مشاهدين ترحيب. طبعا مثل ما انتم شايفين انا متواجده في سوق واقف وبوسط سوق واقف فعلا، ومثل ما انتم شايفين يعني المكان حلو وايد وساحه الملاهي وراي، وطبعا الاطفال كلهم مستانسين والحمد لله يعني بغايه السعاده، يعني هاي اللي انا قاعده اشوفها فعلا. واحلى شيء في الموضوع انه يعني حاطين ومامنين كل شيء تماما، في السكيورتي والشرطه، يعني كل شيء متامن الحمد لله. وطبعا الأجواء وايد حلوة، الأجواء يعني تساعد وتلعب دور كبير بهالأشياء. وطبعاً أنا معاي 4 بنوتات حلوين كذي صغار، راح يكلمونا ويعطونا يعني يقولون لنا ايش سووا في الفعاليات. وأول شيء معاي هالبنوتة الحلوة اللي مساوية شي راس مساوية حركات وفراشة، شو اسمك؟ فجر. كم عمرك؟ 8. ايش سويتي هني؟ لعبنا ورسمنا وشي. شنو لعبتي بالضبط؟ الغطار. لعبتي هالنطاطيات؟ لا، بعد شوي بلعب. اي انا قلت روحي العبي، لان لو انا لو ارجع صغيره كان الحين على طول لعبت معاكم. اوكي، وين سويتي هالرسمه الحلوه؟ هني. وين هني؟ الالعاب. اوكي حبيبتي، يلا روحي استانسي واقول لك روحي العبي النطاطيه. اوكي، لا تنسين. يلا حبيبتي، يعطيك العافيه. طبعا مثل ما انتم شفتوا حبيبتي فجر يعني ما شاء الله عليها، يعني تين اموره شي كيوت. وطبعا انا معاي 2 بعد صغار حلوين. اهلا، شخباركم؟ زينه. شخباركم؟ زينين. شو مسويه؟ زينه. شو اسمك انتي؟ زينب. واختك شو اسمها؟ شهد. كم عمرك؟ 7. وانتي يا حلوه كم عمرك؟ 8. شنو لعبتوا هني؟ نططيه. لعبتوا نططيات؟ يحفكم. يلا طبعا اخر بنوته شي حلوه بتسوي معنا هاللقاء ونختم معاكم هالحلقه. شو اخبارك؟ تمام. شو مسويه؟ زينه الحمد لله. شنو لعبتي هني؟ طبعا انت ما لعبتي، انا اعتقد ان انت كبيره يعني. اي طبعا انت ما لعبتي يا مع اهلك صح؟ اي. اوكي، انا اتمنى لك ان انت تستمتعين وايد بهذه الفعاليات. وطبعا اعزائنا المشاهدين، هاي كل اللي عندي في وسط سوق واقف، واتمنى كل يعني عائلات تجي هني وتستانس وتغير الجو. وانا بغير وباخذ اخواني وبجيبهم معي ان شاء الله. ماكم سعيد ان شاء الله. شكرا حنان وما قصرتي، وبالتوفيق في اول ظهور لك في معنا في برنامج ترحيب. نعم، نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق ولجميع الإخوان الملتحقين الجدد في قناة الريان بإذن الله. بإذن الله تعالى. مشاهدينا، في هذه الحلقة أيضا لنا راح نتكلم عن مسابقات التغيير المناخي مع ضيفنا الدكتور سيف الحجري. أيضا وبعد الفاصل يا حمد ويا مشاهدينا الكرام، راح نتابع في هذه الحلقة من ترحيب. فودافون وباقات وعروض وامتيازات حصرية لعملائها، تعرفوا عليها بعد الفاصل.